متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، التواصل يستمر، الانطلاقات متتاليه. اعضاء اللجان الميدانيين والمهتمين بالمتابعه والتنظيم والانطلاقه في هذه اللحظه اعلنوا عن دفعه جديده، وشوطنا السادس عشر يتحرك بفئه الجعدان. نتحرك الى بن كعيب، نحن ابو عبد الله حميد بن كعيب من يتقدم مع شاهين بالمركز الاول والمركز الثاني. المركز الثاني، المركز الثاني يتقدم مياس سالم رايد بن سرداح، والمركز الثالث، المركز الثالث فياتينا شاهين راشد بن سعيد بن غدير رشتبي. المركز الرابع، فرابع المراكز الذهبي متعب بن سالم الراشد الاستبي. أما المركز الخامس شعار بن دحروي، شعار بن دحروي على ظهر الذكي أحمد بن مبارك بن محمد بن دحروي العامري. اسم جميل والله، اسم جميل، وإن شاء الله يكون ذكي يخطط بس في هذا الشوط، يخطط تخطيط الأذكياء، تخطيط الأذكياء نبغيه، ونبغي نقول أنه يعني بالفعل أنه اسم على مسمى ذكي، يعني يحاول يعرف وين يتجاوز، يعرف وين يهاجم. المركز الخامس فهنا اللي هو صايب سالم بن محمد بالضبيعة، وصايب أيضا قرار صايب أنه يشارك في هذا الشوط. المركز المركز الخامس، المركز السادس، المركز السادس يتقدم شعار حميد بن علي بن غدير على ظهر مهذب. هذا مهذب حط ورشاكم على مهذب وسقوا العطشان من ماكم. هذا مهذب اللي وصلنا، مهذب يعني مدرب، يعني مرتب، يعني حشيم، يعني مرتب ترتيب جميل. المركز وين وصلنا؟ الثامن، السابع. السابع ياتينا شعار السيد شعار احمد بن سيف بالطبيعه، وهنا ايضا ابو محمد. الله الله، هدف موجود حبيبي، موجود صديقي، موجود. هذا راعي الناموس خلاص، يعني هذا معروف معروف معروف. سجله سجله سجله، حافل سجله، حافل بالانتصارات. ما يعرف الهزيمه، ما يعرف الهزيمه، ما يعرف الهزيمه. هدف الى هدف، هذا وصلنا الان، وصل وصل، سجل الهدف، خذ الهدف، خذ الجول، خذ الكره. الله، المركز الثالث، المركز الثالث فهنا ايضا ياتينا لافي محمد بن خميس بن هندي المهيري. المهيري وصلنا بالمركز الثالث. لا تحرك يا المهيري، لا تحرك، لان عندك انت على يمينك هذا، هذا سلطه، هذا بلوى، هذا مصيبه. اذا كنت تعلم بنخبرك، اذا كنت لا تعلم بالمصيبه اعظم. المركز الرابع، المركز الرابع سراب علي بن سالم بن سليم، والمركز الخامس، المركز الخامس سراب محمد بن علي بن راهب بن يولك الاشتبي، وايضا ابو محمد يطلب المسانده من سلهود سعيد بن سيف بن علي بن كليب. هذه النتيجه، هذه النتيجه. لا تطلب له مسانده، ولا تطلب له معاون، ولا تطلب له مساعف ابدا، ما يحتاج ما شاء الله عليه، هو عارف طريقه، هدف، عارف طريق الناموس. والجماعه بدأوا يحاصرونك، حاصرنك، لا هروب ولا مجال، لا ولا عنهن محال ولا مفر. لا الحين بيفر والله، من يحركه بس بن كليب، من يحركه شوف شو يسوي. احرك ياك بن كليب، عنده 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 عنده، خله عند خشمه، خله وياه، خلك عند خشوهم يا بن معدن. روح 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 روح، عطه عطه عطه. ولعت ولعت، اوه ياك سيل وغطى على سيلك يا هدف، ياك واحد اشوفه واحد، ولكنه ما يرضى، هو ما يرضى ما يرضى ما يرضى. هدف يا هدف، هدف مع سراب، سراب بن سليم، وهدف بن كليب. طلع عصام الابطال، نبغي التوقيت يا ابو محمد، نبغي التوقيت يا ابو محمد. الله 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 الله، يبس 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 على المركز الاول. الله الله، الصراع ثنائي، الصراع ثنائي بين هل المدام، بين هل المدام، بين هل المدام. ما زالوا في حيره، ما زالوا في حيره. بن سليم وبن كليب متفاهمين، الظاهر الظاهر انهم متفاهمين. هدف ما حركه بن كليب، عصاه ما طلعت من الابطال، عصاه ما طلعت من الابطال، عصاه ما طلعت. شوي ابو محمد، شوي، هديه للجماهير، هديه للمشاهدين، هديه. طلع عصاه، تخيلك تخيلك يا ابو محمد، محمد ابو محمد، يا ابو محمد. بن كليب ابدا ما طاع يطلع، ما طاع يطلع عصاه، يبغي يسبق بدون ضرب وبدون نحن قلنا لكم انه هو صاحب الناموس، صاحب الناموس. هدف، هدف لي سيف بن علي بن كليب الثاني، سراب علي بن سالم بن سليم الرابع، الثالث بن كليب، والرابع بالضبيعه احمد، والخامس ابو منصور بن هندي المهيري، والسادس اظن شعار بن صرود علي بن سعيد بن صرود. وهذه النتيجه، 4 دقائق 47 ثانيه. هذا التوقيت بدون ضرب اصلا.